وشغلك حقق كل احلامك. واحد فينا حزين يشحب من البنزين وازاي اكون نفسي والشقه بالملايين. ركزوا في عملنا هو الاساس وده عايز منكم حبه احساس وتعاملوا معاه برقه وحنيه وده سالوا منا يعني الاسلام. هنقول لك ودي كلمه اخيره سيبكم من احداث مثيره وفي كل اللي حدوده دي قول الحق على المديره. بفكر. بتفكري في الاقتراح بتاعي؟ لا بفكر ازاي انا ما رفدتكش لحد دلوقتي. طب ممكن بعد اذنك تديني 5 دقايق بس من وقتك؟ اتفضل. احنا نفاجئ مجلس الاداره ونطبق اللي انا قلتلك عليه. الفكره اللي قلتها لك دي فكره جامده جدا ما جاتش في دماغ حد قبل كده. تصدق فعلا فكره جامده جدا ما جاتش في دماغ حد قبل كده، بس ممكن تفكرني بيها عشان انا نسيتها اساسا. نعمل اعلان للشركه. يخرب عقلي ذكائك، ايه ده؟ ايه الفكره العبقريه دي؟ هو في حد في الدنيا فكر قبل كده يعمل اعلان؟ احنا دلوقتي عايزين نزود الارباح، بدل ما نقلل المصاريف نزود الايرادات. صح صح، بس يا ترى تكلفه الاعلان ايه؟ ما تقلقيش خالص، انا كلمت شركه من بتاعه الاعلانات واتفقت معاهم ان هم يبعتوا لنا مندوب هيجي ويشوف المواضيع دي هتتكلف قد ايه. حيلك حيلك. شركه ايه ومندوب ايه؟ احنا اساسا ما عندناش ميزانيه للاعلان. ما هو ده اللي هم هيظبطوه. يا جماعه لازم تركزوا معايا، عايزين نطور من شركتنا، فاهمين؟ ولازم يا جماعه نبقى عارفين الفكره نفكر فيها دي من خلالي انا اصلا. ماشي ماشي. ركزوا. الله 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 الله، ما شاء الله، سايبين مكاتبكم ومتجمعين كده ليه؟ شركة الإعلانات اللي جابها عايزة 500,000 جنيه عشان تعمل الإعلان، فإحنا بقى قررنا نقعد مع بعض ونبتكر. إيه؟ سمعيني كده؟ تبتكروا؟ هي إيه؟ سايبة؟ أنتوا حصل لكم حاجة في مخكوا؟ إزاي تبتكروا من غير ما تاخدوا إذن مني الأول؟ لا طبعًا، إحنا مستحيل نبتكر ولا نعمل أي حاجة غير لما حضرتك تديني الضوء الأخضر. أو الضوء الأحمر. أو الضوء الأصفر. ماشي يا ضياء، بس كويس قوي ان انت عرفت كده. وكلكوا بقى ما حدش يبتكر حاجه من غير ما ياخد اذني. ها سمعوني، ابتكرتوا ايه؟ احنا ابتكرنا حته دين فكره تحفه تخلينا نعمل الاعلان ده من غير ولا مليم. كويس قوي، اتفضلي يا دنيا عرضيها. لا لسه ما ابتكرناهاش. برافو، ممتاز. ايه العبط اللي انتوا فيه ده؟ ما هو مفيش حل الا اننا نبتكر حل للمشكله اللي احنا فيها دي. برافو يا حنان، عشان كده انا هديكوا فرصه 5 دقايق، 5 دقايق بس علشان تقرروا ايه هي الفكره، ولو ما حصلش الكلام ده هلغي الفكره من اساسها. سلام. ايه ده بقى؟ ايه اللي بتعمله ناديه ده؟ 5 دقايق ايه اللي بتتكلم عنهم؟ ده كتير جدا، احنا مستعجلين قوي. 5 دقايق وقت كتير يا دنيا. كتير جدا، احنا مستعجلين قوي. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. خلاص بقى خلاص بقى، ركزوا معايا ولا نلغي الموضوع. يا جماعة يا جماعة، نادية ما بتهزرش، أنا عارفاها كويس. إحنا معانا دلوقتي 4 دقايق و50 ثانية، فاهمين؟ ركزوا بقى. خليكوا معايا يا جماعة، وعايز تركيز شديد. يا جماعة ركزوا معايا، أنا الهدف زيادة المبيعات، الوسيلة إعلان مصور، المشكلة طبعاً مفيش ميزانية. ممكن بقى نفكر مع بعض بالحل؟ ها؟ لقيتها. احنا نصور الاعلان بكاميرا الموبايل. ايه ده؟ اول مره تقولي فكره حلوه يا دنيا. ايه الفكره الحلوه يا دنيا؟ دي فكره، دي ده هبل. اعلان بموبايل ازاي يعني؟ افهميني بس، احنا دلوقتي عايزين نعمل اعلان مش هننزله اصلا في التلفزيون عشان مفيش ميزانيه. الاعلان هينزل فين؟ في النت. خلاص يبقى نصوره بكاميرا الموبايل، بس مش الموبايل بتاع ضياء المعفن ده.
انا معفن؟ لا والله العظيم يا دي انا مش اقصد انت، انا اقصد موبايلك هو اللي معفن. ما هي طالما قالت لك موبايلك معفن يبقى انت معفن عادي يا ضيا. اللي معفن خلاص 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 يا ضيا خلاص. في ايه انتوا هتتخانقوا وتضيعوا الوقت؟ خلونا نركز نجيب موبايل فيه كاميرا كويسه. منين موبايل ناديه؟ طيب احنا معانا دلوقتي يا جماعه دقيقه واحده. طب والمونتاج؟ ضياء يعمل المونتاج والنص والسكريبت والكلام ده. خلاص بقى ضياء يكتبه. ماشي. طب يا جماعه والتصوير مين هيصور؟ مفيش غير ضياء بقى هو اللي يعمله. طب ما تسيبولي حاجه اعملها. الممثلات. الممثلات. انا اللي هنقي الممثلات واحده واحده، دي لعبتي. خلاص خلاص الوقت انتهى يا جماعه. على الرغم من ان انتوا ضيعتوا وقت كبير جدا في الابتكار والابداع، لكن الحقيقه عايزه اقول لك ان الفكره مش مبتكره. على فكرة انت ممكن تخرج الاعلان ده. انا لما كنت اقصد مش مبتكرة كان قصدي انها فوق مستوى الابتكار، فوق مستوى الابداع. جنان جنان. هيودي الشركة دي في حتة تانية خالص. حتة تانية اوكي بس تبقاش بعيدة قوي. لا يا ممكن تروح على التوك توك. لا لا يا حسام ما اقدرش. عشان خاطر اديني فرصتي، قول له حاجة يا ضياء والنبي. يا عم ما ينفعش، الفن ده ليه أصوله. طيب ما لو ممثل ممتاز جدا ممكن أعملك أي شخصية أنت عايزها. أي شخصية؟ أي شخصية؟ أي شخصية. اعمل لي شخصية ضياء. زنقتك انا عارف. ماشي، انا بحب اقف جنب الاجيال الصاعده. شوف يا سيدي، عندي دور صامت متكلم وده ما فيهوش كلام خالص طبعا، بس هيكلفك 100 جنيه بس. ايه 100 جنيه ليه؟ غالي جدا. غالي جدا. طيب في دور تاني صامت صامت، لا كلمه ولا حرف واحد، وده هيكلفك 60 جنيه برضو. غالي شويه. يا اخوانا ده اخوانا، هو الفن نحضر من شوية. طب اسمع، عندي ليك دور كويس جدا، لا كلمة ولا حركة ولا نفس، تقعد كده مفيش هوا، وده هيكلفك 30. حلو قوي ده، بس توعدني ان انا بان مش مبانش. لا لو ما تبانش في دور ب10، وهو على فكرة محوري في الاعلان، مش هتبان خالص بس هتعرف ان انت معانا. ايه رأيك؟ لا لا انا مصر ان انا بان. لا في الحالة دي بقى تاخد الدور ابو 30 جنيه بس. ايه؟ ولا حركة ولا نفس ولا نفس، تتنفس نفس واحد بس يا حسام تدفع 60 جنيه وقتي. خلي بالك احنا مراقبين كل الناس بالكاميرات ومايكات. هات الجبهة تجيب. تمام. وكان عايز ايه؟ بص يا سيدي، عايز يعمل دور ولا نفس خالص وهيدفع 30 جنيه. ميتين جنيه بس. 200 جنيه؟ كتير قوي. كتير قوي؟ ما انت اللي عايزه كلوز شوت. بصي كلوز شوت، عايزه وشك يملى الشاشه كلها، ده الكلوز شوت. عندنا بقى ميديم شوت. الميديم شوت ده يا ستي مش ب 200 جنيه، ده ب 100 جنيه ومتجرب وناجح وزي الفل. وعندنا لونج شوت هتباني كلك يعني، وده ب 60 بس. ما تقلقيش انا عامل لك تخفيضات حلوه. انت متاكد؟ عيب عليكي، ده الحاجات دي كلها متجربه وناجحه وزي الفل. طب هقول لك على حاجه حلوه قوي. انا هاخد ميديم شوت تمام و نص لونج شوت.
هتحسبهم لي بكام؟ ثانية واحدة. ميديم شوت زائد نص لونج شوت 120 جنيه عشان خاطرك، وهنديكي كمان معاه بروفيل مجانا. حلو قوي حلو قوي. طب خلاص سجل بقى ونتحاسب بعدين. بعدين ايه؟ لا الشكوك ممنوع والزعل مرفوع، الفلوس وقتي. طيب استنى بقى ثانية واحدة اروح اجيب لك الفلوس وقتي بسرعة. شكرا. كانت عايزة ايه؟ عايزة نص لونج شوت وميديم شوت. يا حنان الحقوني، عندي وهج ابداعي، فين الورق؟ حالا هجيبه حالا، ما تقلقيش. حسام 30 جنيه ولا نفس، عبده 3 جنيه 75 مش هيظهر خالص، شيرين 2 متر فوق. مين؟ انا نادي، عايزه السكريبت. لا الفنان بتاعنا لسه ما خلص. لا دي مصره انها تاخده دلوقتي حالا. يلا هات. قضيه خلصت ولا ايه؟ لسه. اي حاجه هات اللي انت كتبته. طيب خلصت. برافو. ها الورق فين؟ اتفضل يا ست الكل. ايه ده؟ ده النص. نص ايه؟ نص الاعلان بتاعنا. 400 صفحة نص الاعلان بتاعنا اللي زمنه 25 ثانية؟ لو صورنا كل اللي مكتوب ده هنعمل من 25 ل 26 ثانية. ياه ده على كده بقى بتوع فيلم تايتانيك كان عندهم 400 تريليون صفحة. بس هقطعهم ازاي دول؟ تخليني انا اساعدك؟ ودي التترات والموسيقى التصويرية. من امتى بتشربي سجاير يا نادية؟ من ساعة ما قررت اخرج. في مخرج في الدنيا بيخرج من غير ما يشرب سجاير؟ ما تخرسوا بقى! مش عايز اسمع صوت في اللوكيشن! عايز اشتغل! عايز اخرج! تعرف يا ضياء لو دنيا طلعت في الشط هعمل فيك ايه؟ هتتقطع سامع؟ هو انا اعمل لك ايه؟ ما انت هتبقي ماشيه معاه في نفس الشط. ماليش دعوه، دي مشكلتك انت. انا كلوز اب وهي لونج شوت. يا كلوز اب وانت شونج لوت؟ انا مش فاهم حاجه. بصي ابقي داري عليها بوشك، يعني انت ماشيه جنبها بعملي كده بشعرك عشان هي ما تبانش. اداري عليها بوشي؟ ده انا مش هخلي حته واحده بس تبان منها. احنا بنشتغل، احنا بنشتغل يا استاذ، ما بنلعبش. جدع ما تخليهاش تبان. ما تخرسوا بقى، ما تخرسوا بقى. مش عارفه اشتغل، دي فلوس ناس يا عالم، فلوس ناس. فلوس ايه يا نادي؟ احنا عاملين الاعلان ده من غير ما ندفع ولا مليم. ولا مليم؟ ده الميك اب بتاعك يجي ب 200 جنيه. اب 200 جنيه؟ ومالك يا حبيبتي جايه على نفسك قوي كده؟ انا يا روحي الميك اب بتاعي والكوافير دفع فيه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ وبعد كده تيجي لحد عندي وتتحايلي عليا عشان تاخدي سلفه مش كده؟ ممكن بقى تشرحي لنا الاعلان ده عامل ازاي؟ ممكن طبعا. احنا عايزين نعمل اعلان مؤثر صح؟ صح. والاعلان ده يبين ان احنا شركه متميزه صح؟ صح. ويبين ان احنا مجتهدين صح؟ صح. والاعلان ده لازم يبين الموظفين بتوعنا في منتهى الكفاءه والتفاني صح؟ صح. هي دي المصيبه، نعملها ازاي؟ ازاي؟ لا طبعا ما يصحش وما ينفعش كمان، ده بقى يبقى اسمه غش وخداع. هما اساسا بيشتغلوا عشان تبيني انهم متفانيين. لا طبعا ما اسمحلكيش يا نادي. انت صح يا حنان، انت صح، بس هو ده التحدي. احنا ممكن نعمل ان احنا متفانيين في العمل بس عن طريق الخدع السينمائيه والكمبيوتر. احنا ممكن نعمل كمان اعلان يبين ان احنا بنحب الحيوانات. ممكن من فضلك ما تتدخلش في اخراجي وتخليك في تليفونك. طلع تليفونك.
برافو عليك يا نادية، البيئة والحيوانات هتخلي العملاء يحبونا مش كده؟ يلا يا ديا طلع تليفونك. طلع تليفوني ليه؟ عشان تصور. أصور؟ أصور إيه؟ فين المشاهد اللي أصورها؟ جملتك دي ممكن تخليني أتجنن، صح؟ صح. ديا أنا عايز العملاء بتوعنا يتبسطوا. أنا عملت كل اللي نادية قالت لي عليه. نادية إيه؟ بقول لك العملاء بتوعنا، العملاء دول اللي إحنا ماضيين معاهم عقود، لازم تتنفذ ولا هيقطعوك. عقود؟ عقود إيه؟ أهو يا أخويا، إيشي كلوز شوت وميديم زفت و... بقول لك إيه؟ العقود دي معاك تنفذ اللي فيها بالظبط عشان ما تتبهدلش، ماليش دعوة. أنا مش فاهم حاجة. ايه يا عبدو؟ احنا في سينما ولا ايه؟ مش حابه يعني تفضل تعطلنا؟ لا لا خلاص، حطه هنا حطه هنا، وبعدين بعدين بعدين يا جماعه مش فاضيين، بعدين وبعدين بقى خلصونا. ها خلاص، استغفر الله العظيم، بتحرقوا دم الواحد. بعدين يسعدني اني افرجكم على الاعلان. الحقيقة قبل ما نتفرج لازم نشكر زميلنا ضياء. حقك. الحقيقة ضياء واصل الليل بالنهار عشان يمنتج العمل الفني الرائع المتميز اللي هنشوفه دلوقتي. أنا برضو زيكم لسه ما شفتوش، بعد ما نشوفه إن شاء الله هنبعته لمجلس الإدارة عشان يعرفوا قد إيه أنا تعبت. أنا طبعاً بقصد بيها احنا كلنا، يعني لما اقول انا تفهموا لوحدكم انها احنا كلنا على بعضينا، وعشان كمان مجلس الاداره يعرفوا قد ايه انا متميزه ومبدعه. الحقيقه احنا هنبعته لمجلس الاداره بعد ما نشوفه على طول. بعد ما نشوفه على طول؟ هي بعد دي اللي هي افطر؟ ما انت سالتني وقلت لك بعد اللي هي افطر، انت ما سمعتش كلامي ولا ايه؟ أنا كنت فاكر أفطر دي اللي هي قصدك أفطر فول وطعمية وحاجات كده، مش أفطر بتاع البيت. أنت بعدته يعني؟ إيمانا من ضياء بإنه عمل عمل فني مؤثر وبروفيشنال وإنه فظيع، فقد قرر أن يرسله إلى مجلس الإدارة مباشرة. أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. ايه ده؟ بعته زي من غير ما نشوفه؟ يلا اتفضل وريهوني بسرعة. اخلص يا ضياء. يا جدعان انا ماليش دعوه، يا جدعان يا جدعان ده يا جدعان هنا. الله الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال والعظمه دي، يا سلام، دول مبدعين قوي والله يا دكتور. اعلان هايل هايل. نعم انت بتحكي عن جد هايل، وجايبني اعمل لك تحليل وترانسفورميشن، والدي وصاني وكل هذا، وبتقول لي هذا الاعلان هايل؟ او انا قلت هايل هايل؟ لا انا مش قصدي هايل. امال؟ لا يا دكتور انت بس سمعتني غلط. انا بس قصدي هايف. هايف 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 ولا هايل؟ ها يفل. طيب ماشي، شوف كل الشركات ممكن انها تضطر انها تعمل اعلان او تعمل شيء خارج اطار تخصص هذه الشركه. في الحاله هاي مفروض انهم يعطوا هذا العمل لشركه متخصصه تستطيع انها تقوم بالعمل بشكل جيد. ايوه بس التكلفه هتكون عاليه قوي. في حاله انه التكلفه عاليه
وفي حالة أنه ما توفرت ميزانية فإحنا شو اللي بنقوله؟ بنقول على الأقل جيبوا ناس يساعدوكم تنفذوا داخليا، يعني الابتكار حلو لكن ابتكار بدون مهارات في مشكلة، يجيبوا حد يساعدهم وبميزانية أقل. أنا عارف أنت الميزانيات عندك تلعب دور مهم في حياتك، ميزانية أقل وبطلع عندي عمل أفضل منك. كلامك مظبوط والله يا دكتور، بس هما غلطوا في إيه؟ بس أنا شايف إن هما عملوا إعلان ها 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 آه. هما عملوا إعلان ها، هما غلطوا بشكل واضح. شوف أنا معك، أنا معك الابتكار حلو وإحنا ضروري إن نشجعهم على الابتكار، ولازم أنت تتكلم مع نادية لأنه أنا عندي شوية أفكار يعني بخصوص الإبداع وتشجيع الإبداع والبيئة اللي هي بتوفرها لهم لأنه فيها مشكلة، لكن أنا شايف بأنه هم حاولوا محاولة جيدة. المشكلة في التنفيذ، لا عندهم قدرات يكتبوا سيناريو صح ولا إخراج صح ولا مونتاج صح ولا تمثيل صح ولا أي عنصر من عناصر العمل الفني كان صح. مش معقول يجيبوا ناس ساعدوهم. معك حق يا دكتور في كل كلمة قلتها. بعدين لاحظت أنه كيف كل العمل هذا قام فيه شخص واحد؟ صح. وين روح الفريق؟ معك حق فعلا، روح الفريق احنا بنفتقدها. عارف انا في مصطلح كده بقول عليه، ما تيجي نعملها احنا. المصطلح ده بيودينا في 60 داهيه بالضبط. هاي اهم مشكله من مشاكل تواجهها الشركات، انه ما تيجي نعملها يلا بينا ما بزبطش. انا على فكره انت فاجأتني في البدايه ووترتني بوجهه نظرك ورياكشن تبعك، لكن اللي انا شايفه الان هو حمد اللي انا بعرفه. اشكرك يا دكتور. العفو. انا على فكره بفكر اعمل اعلان جديد عن المجموعه بتاعتي. ممتاز. انا هكلم الواد ضيا يجي يعمله لنا. نعم ضيا.